بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشتركي القناة، تحية لكم، تحية لكل جزائريين وين ما كانوا، بلا ما نساو خوتنا اللي راه في الغربة، تحية خاصة لهم من هذا المنبر. رجعنا لكم بفيديو جديد كما عودناكم في قناتنا، نتكلموا على أخبار المنتخب الوطني وكل ما يخص يتعلق بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أيضا قضايا ومشاكل الكرة في الجزائر. اليوم راح نتكلموا على الحوار اللي كان داروا رياض محرز لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية، وين كان حاوروا الصحفي الفرنكو جزائري نبيل جاليد. كما نعرف نبيل جاليد هو صحفي من أصول جزائرية متابع للاعبين المغتربين لي بي ناسيونو. كان رياض محرز تكلم على كثير من الأمور، تكلم على فريق مانشستر سيتي والمرحلة اللي يمر بها مانشستر سيتي، ايضا علاقته مع المدرب غوارديولا. ما راحش نتكلموا على فريق مانشستر سيتي وغوارديولا باسكو هذه لازم لها فيديو خاص، لانه المرحله اللي راه يمر بها رياض محرز مع مانشستر سيتي ومع المدرب غوارديولا مرحله صعيبه كثير، ونشوفوا ابعاد تاع غير مبرر لرياض محرز في الكثير من المقابلات سواء في البطوله وحتى في رابطه ابطال اوروبا، ماش راح نتكلموا عليها. تكلم هو على اللي يهمنا، على المنتخب الوطني وعلى الناخب الوطني جمال بالماضي وعلى الناخب السابق رباح ماجير، وكان دير كومباريزون بين هذين الشخصين او المدربين. ايضا كان فجر كما نقولوا مفاجأة كبيرة، وين اتكلم بجرأة وقال انه هو وبعض اللاعبين كوادر في المنتخب الوطني هما اللي كان فرضوا على الفيدرالية الجزائرية جمال بالماضي باش يكون هو المدرب الاول. دونك تصريح خطير من رياض محرز. اليوم انا شفت، مازال ما شفتش الرد الفعل تاع قنوات الجزائريه خاصه قناه النهار وقناه الهداف اللي كانوا يدافعوا على خير الدين زرتشي، وقالوا بانه نجح هو اللي جاب جمال بالماضي. دونك مازال لحد الساعه شفت انا لا البارح لا اليوم مازال ما تكلموش على هذا الموضوع. راح نتكلم ان شاء الله، راح نبداو برباح ماجير واش تكلم رياض محرز على رباح ماجير، ثم نتكلموا على جمال بالماضي واش تكلم على جمال بالماضي، وفي الاخير نرجعوا الاختيار تاع المدربين في المنتخب الوطني والتصريح اللي داروا رياض محرز بانه هو وبعض اللاعبين اللي اختاروا جمال بالماضي كمدرب للمنتخب الوطني. في الاول نتكلم على رباح ماجير، شفنا واش صرا في وقت رباح ماجير، وين نتكلم رياض محرز وقال بانه رباح ماجير كان اخطا في اختيار اللاعبين في الكثير من التربصات، وشفنا بعض اللاعبين اللي كانوا تقريبا مجهولين وما كانوش بارزين في البطوله، كان دير تفرقه بين اللاعبين المحليين واللاعبين المغتربين، شفنا ابعد الكثير من اللاعبين المحترفين كما شفنا صوره سفيان فغولي، ايضا وهاب مبولحي رئيس مبولحي اللي كان ابعده، وجاء في مكانه الحارس المثير للجدل فوزي شوشي اللي كان في ذيك الفتره كان لاعب احتياطي في فريق مولوديه الجزائر، وكان فاري تعال هو اللاعب الاساسي او الحارس الاساسي، الى انه رباح ماجير جاب فوزي شوشي، وكان بندوه صحفيه الاولى اللي اختياره فوزي شوشي قال بانه احسن حارس في افريقيا بين قوسين. ايضا شفنا بوخنشوش، دونك كثير من اللاعبين اللي ما كانوش بارزين في البطوله الجزائريه كان جابهم رباح ماجير للمنتخب الوطني. الكثير من الاشياء مع الصحافه، تصريحات كارثيه، كومينيكاسيون مع رباح ماجير كانت كارثيه. نشوفوا ايضا الحديثه المشهوره، حديثه تيزيفو مع الصحفي جبور صحفي الاذاعه الوطنيه. دونك كون نتكلموا على مرحله رباح ماجير حنا تكلمنا عليها في فيديوهات سابقه، ما نشرحين يكفينا من بالوقت 10 دقائق 20 دقيقه ما تكفيناش، باسكو اشياء كثيره وقعت في وقت رباح ماجير. على العكس من ذلك جمال بالماضي قام بعمل كبير لا من الناحيه النفسيه او حتى من الناحيه الاجتماعيه بين اللاعبين، وين شفنا كان جمع اللاعبين وكان تكلم كثير مع اللاعبين، وبالتالي هذا الشيء كان ساعد جمال بالماضي، وشفنا الطريقه اللي خرج بها المنتخب الوطني وكيفاش فاز بكاس افريقيا
انضباط كبير، لاعبين قدموا كل ما عندهم، والنتائج تبين المستوى والأداء اللي كان يقدمه المنتخب الوطني والمجهودات اللي كان يقدمها اللاعبين الجزائريين. دونك كل هذا يحسب إلى جمال بالماضي اللي كان اللي قبله ما داروش واش دار جمال بالماضي، وهذه حقيقة وكامل الشعب هذه يعرفها. دونك هذا فيما يخص جمال بالماضي. والملفت في الحوار هذا هي الديكلاراسيون تاع رياض محرز في اختيار جمال بالماضي كمدرب للمنتخب الوطني، وين تكلم بجرأة وقال بأنه هو وربع لاعبين صدير بعض كوادر المنتخب الوطني هما اللي فرضوا جمال بالماضي كمدرب للمنتخب الوطني على الفيدرالية الجزائرية. دونك الشيء اللي حد الساعة كما ذكرنا رانا في تقريبا رانا في يومين مازال ما شفناش التدخلات تاع الناس اللي كانت تقول بانه زاتشي هو اللي جاب جمال بالماضي وهو اللي يرجع له الفضل في التتويج تاع كاس امم افريقيا بمصر في صوره كمال مهوي قناه النهار قناه الهداف، الى انه لحد الساعه ما كاش رد فعل. وين ديكلارا رياض محرز الحقيقه، هذه هي الحقيقه تقال. هنا نفهموا باللي الفيدراليه الجزائريه اللي ما عندها حتى سلطه على المنتخب الوطني، بالعكس اللاعبين والمدرب هم اللي فارضين نفسهم على الفيدرالية الجزائرية. فضيحة جديدة تهز فيدرالية زاتشي، فضائح معروفة فيدرالية زاتشي بالفضائح منذ توليه رأس الفيدرالية الجزائرية، وحنا نتكلموا مازلنا نبدو بالتسيير الهاوي للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم والمستوى اللي وصلت ليه الكرة في الجزائر، المستوى تاع الفيدرالية، المستوى تاع الناس اللي راهي تسير في الجزائر في الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. دونك الناس اللي ما عندهمش كفاءة، الناس اللي ما عندهمش كلمتهم على المنتخب الوطني أو حتى على الكرة في الجزائر، دونك ناس اللي راهي كيما نقولوا تفوت في أيامها مع المنتخب الوطني، اللي عندها مشاريعها، اللي عندها ما جاوش للمنتخب الوطني أو الفيدرالية باش يعملوا باش يفرضوا رواحهم ويفرضوا البرنامج تاعهم، بالعكس الناس جات عندها مشاريع تاعها الخاصه. اذكرنا في فيديوهات كثيره ومازلنا نذكر فيها خير الدين زاتشي جا الفيدراليه الجزائريه من اجل مشروع بارادو، من اجل بناء لي سونتر دو فورماسيون اللي تكلم عليهم باش يديرهم في 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 الطارف وفي الجزائر وفي في وهران ولا في تلمسان. دونك هذا هو الهدف تاع خير الدين زاتشي، هدف استثماري ما عنده حتى شيء للكرة الجزائرية وما قدم حتى شيء للكرة الجزائرية، بالعكس شفنا التحكيم وين وصلنا، نشوفوا البطولة وين رانا واصلين، البرمجة واش كان صاري، دونك أمور كثيرة. هذا فيما يخص الفيديو تاع نهار اليوم، إن شاء الله ما كناش طولنا عليكم.